تبادل الخبرات ووجهات النظر بين الناس، يعني في أبسط صورة له أن تري محاورك ما لم يره وأن يعرفك بما لا تعرفه دون خوف من إبداء رأيك. وفي ذلك تأكيد على حرية الاختلاف والتعبير وأهمية ثقافة الحوار في مجتمعنا، غير أن حواراتنا غالباً ما تتصاعد وتيرتها لتتحول من حوار إلى جدال وقد تصل إلى تشابك بالأيدي. فثقافة إن لم تكن معي فأنت ضدي هي السائدة في مجتمعنا، ثقافة قائمة على نظرية المؤامرة وعدم تقبل اختلاف الآخر، مما جعل مجتمعنا منغلق على نفسه وأفكاره. فكيف لنا أن نكسب ثقافة حوار تؤمن بمقولة أن الاختلاف لا يفسد للود قضية؟